عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحديث لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة أو متنوعة، وكما تعرفوا أنه رئيس الجمهورية ممتنع منعا باتا على الحوار الوطني لأنه عنده شروط ولم يوافق عليها بعد، هذيك علاش قال الحوار الوطني هذا غير تام ومانيش مش نحضر له إلا إذا كان تمت الشروط الكل فيه. لكن علي العريضي تدخل في الموضوع ويقول لي هما باش يعملوا حوار وطني من غير رئيس الجمهورية، وهوني اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن تصريح القيادي بحركة النهضة علي العريض الذي أكد فيه أن الحوار بدون رئاسة الجمهورية ليس مستحيلا إذا أصرت على ذلك هو فتنة كبيرة. وقال الطاهري في تدوين نشره على حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك السبت: وأهم من يعتقد أنه يمكن أن ينتظر الحوار وحده من الأمام فيأتيه من الخلف بحسب تعبيره. وكان نائب رئيس حركة النهضة علي العريض قد قال في تصريح له أن الحوار دون رئيس الجمهورية ليس مستحيلا إذا أصرت على ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم بين الأحزاب والمنظمات الاجتماعية ويضفي إلى خير كثيرا للبلاد. هوني قال سامي الطاهري أنك تحلم وقاعدة تحرف في الدستور وفي القانون، وهذه فتنة كبيرة باش تهزكم الحرب اجتماعية. وما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وباي باي.